نسا، الفلوس دي ناقصه 100 جنيه. انا اسفه يا فندم، معلش. اتفضل حضرتك. اشكرك. في ايه يا دلال؟ تالت مره النهارده يحصل غلط في العقد. انا اسفه يا حاج، معلش. الظاهر ان انا دماغي وجعاني، باين عليا تعبان. تعبان تقعدي في البيت، ما دام نزلتي وجيتي الشغل لازم تركزي. في ايدك فلوس مش لعبه. انا اسفه يا حاج، وعدك ان هي مش هتتكرر تاني. اتمنى عشان ما اضطرش اخد معاك اجراء ايديا. دلال، السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. أنا قلت أوصلك وهو نرغي شوية. الله، هو ده سلوى عليكم ولا إيه؟ هو أنا قلت لك اركبي؟ هو ده سلوى عليكم بقى ولا إيه؟ اتفضلي. اركبي على طول كده من غير أي حاجة. فضي حرامي جاي ياخده في الشنطة. حرك العربية. لا 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 لا، ده كده أحلى بكتير. ده أنا لابساها بس عشان خاطر الشغل، لكن أنا أصلا مش محجبة، مش عايز نخلعها ولا إيه؟ أنا أول مرة شفتك قلت لك إيه؟ قلت لي يا سلام على الوش الجميل ده بالطرحة. وادي ربنا عايشني وقسمني إني أشوفه بالطرحة. يبقى دي عايزة تحرميني منه بقى. أنت غريب قوي على فكرة. أنت أول مرة شفتني فيها خطبتني، أول مرة بتتكلم معايا فيها عايز تحجبني، المرة الجاية هتعمل فيا إيه؟ هتجوزك بمشيئة المولى عز وجل. بس أنا عرفت إنك متجوز ثلاثة، كان ليه بقى؟ ليه الرابعة؟ ناقصك إيه يعني؟ سبحان الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. شوفي يا دلال، الجواز ده شرع ربنا سبحانه عشان يسعدنا بيه ويحفظنا من الخطايا ويحصننا من الشيطان. وبعدين مش أنت اللي ناقصاني، ما لو فيكي حاجة منهم أو هم فيهم حاجة فيكي ما كنتش فكرت إن اتجوزك أصلا. أنا أصلا ما نمتش من امبارح، واتلخبطت النهاردة كذا مرة في شغل، لدرجة إن مديري هددني بالطرد. مدير بقى؟ ده كلام. مدير وشغل؟ ده أنت هتبقي مرات الحاج فواز الصياد. لا، كله إلا الشغل. ده هو ده اللي أنا بصرف منه على أمي وعلى تعليم إخواتي. أنت وأمك وإخواتك بتعليمهم، حتى خالك الرمة كمان مسؤولين مني أنا من ساعة ما قرينا الفاتحة. وبعدين أنت لو فكرت شوية دلال وسألت نفسك كده، هو ربنا خلق الست عظمة طرية ليه؟ عشان تراعي جوزها وتراعي عيالها في البيت. أيوه اضحكي كده، أمال اعترضي بقى على كلام ربنا. لا طبعاً، بس هو ما ينفعش يعني. إيه اللي ما ينفعش؟ إنك تعرضي نفسك لكلمة من واحد ما يسواش ضفر رجلك علشان خاطر كام جنيه في الشهر؟ لا، أنا ربنا بيديني كتير. وربنا بيقول إيه؟ فأما بنعمة ربك فحدث. خليكي معايا يا دلال كده، فانت لازم تقعدي وترتاحي علشان انت شقيتي كتير وخلاص. جه الوقت بقى اللي تستاهلي فيه انك تقعدي وتتسكتي وتاخدي المعاملة اللي تستاهليها، وانت تستاهلي كتير قوي صدقيني. وانا مش عايز منك غير حاجتين، تشيلي من هنا حكاية الشغل وتسيبي الطرحة الحلوة دي. اتفقنا؟ نطلع ليكي ضحكة. سلوا عليكم. بصي بقى، الجيبه دي هتبقى قصيره عليكي واخر ما يوصل. دلال تعالي يا بنتي، شوفي الامل اللي احنا فيها. خطيبك، خطيبك الله يكرمه، بعت لنا كسوه هتقضينا السنه كلها. ايه ده؟ هو بعت الحاجات دي امتى؟ النهارده الصبح بعت واحد من الشغل عنده وقال الحاج فواز بيصبح. بيصبح بس ده، بيصبح وبيمسي، وان شاء الله بكره هيرمي كل السلامات. على فين يا بنت؟ استني استني كده. ايه ده؟ بسم الله ما شاء الله، انت لبستي الطرحه وما قلعتهاش. بسم الله ما شاء الله اهو كده، شوفي وشك نور ازاي وردت فيه الدمويه. ولا يا عم دلال بذمتك مش كده خلت وشها بشوش ولو طلع حلوه؟ جرى يا خالي، انت زي ما تكون محسسني كده ان النور كان قاطع على وشي. بس وادي ايه يا سيدي الطرحه؟ افسد بقى. مالك يا دلال داخله بزعبيبك كده ليه يا بنتي؟ ده عايز اسيب الشغل ياما. ما تسيبيه، الراجل عايز يريحك ويستتك. وانت ياما تفتكري يعني ان انا ممكن لو لفيت على كعابي كده تاني اعرف اجيب شغلانه زي اللي انا فيها دي؟ ده انا ما صدقت ياما جبت شغلانه تفتح لنا بيتنا وتسترنا. وبعدين انا مش فاهمه،
هو عايز يقعدني ليه يعني من الشغل؟ خدت ايه منها الشغلانه اللي انت فيها دي يا بنت؟ خدت منها ايه غير قطمه الظهر ونحل الوبر؟ يا بنت يا بنت فوق لنفسك بقى، انت خلاص حطيتي رجلك على باب الجنه واقفه ومتسمره ليه؟ خشي بقى بقلب جامد، خشي الجنه واغرفي منها، انسي بقى القرف اللي فات. جرايه يا خالي، ده عايزني كمان احط الطرحه على راسي وبيتحكم فيها من اولها، مش عايزني اقلعها. لو انت مش مرتاحه مش انت... مرتاحه ايه يا ام دلال؟ مش مرتاحه ايه؟ تنسين هي هتتجوز مين؟ الحاج فواز الصياد، الحاج فواز الصياد. وبعدين الراجل جالنا دغري خبط على الباب وطالب الجواز على سنة الله ورسوله، وكل اللي طالبه حتة طرحة تتحط على الشعر. ايه؟ طب على النعمة لو طلب ان انا احط طرحة على شعري لن ألبسها. مبروك عليك. الجوازة بينها مش لد عليها يا محروس يا اخويا. بقول لك يا ام دلال، عقلي بنتك، الجوازة دي نعمة من عند ربنا، لو رفستها برجليها يبقى فترة وبطر، حتى عشان خاطر اخواتها الغلابة دول. وبعدين انا حاجتي فين؟ ايوه عشان الحق اتصرف فيها. من يوم ما جوزي مات رجعت عشت في بيت امي مع جوزها وعيالها، طلع عيني في خدمته اللي اتأدب من جوزها على شوية غلاسة من عيالها، زهقت قمت سبتهم ومشيت، قلت اشتغل بلقمتي احسن، انا كده كده خدامة. هو واحدة صاحبتي كلمتني عنها وقالت لي شوف لها شغل، فقلت اجيبها لك تشوفيها يمكن تعجبك. واخوكي فواز كان طلب مني اشوف لك بنت خدامة صغيرة كده تقعد مع العيال وتراعيهم. وانت جوزك مات ازاي يا حبيبتي؟ خبطته عربية قام راح فيه. انتي تقولي لجوزك ما يحبكهاش، وبعدين دي هديه من اخوكي ومرتبها عليه. يا انهار ما انتي عارفه يا اختي الست بتجيلي يومين في الاسبوع. يا اختي تيجي تيجي زي ما تيجي، دي حاجه تانية. الولايه اللي بتيجي عشان التنظيف والطبيخ والحاجات دي، دي عشان العيال تمشي وراهم تلقط اللي بيقع منهم كده ولا كده. كتر خيرك يا حبيبتي. وبعدين عشان لو عوزتي تشتغلي جوزك ما يتحججش وما يبقاش البيت فاضي كده من غير حد، ودي تقعد بالعيال. مش عارفه اقول لك ايه بس يا انهار. تسمي بالله وتقولي لها تخش تشوف شغلها. طيب يا حبيبتي، شايفه الاوضه اللي هناك دي؟ روحي غيري هدومك كده وتعالي اقول لك تعملي ايه. حاضر يا قفله. غلبانه وباين عليها طيبه. يا اختي مأساويه قوي. يا ستي كل واحد فيه اللي مكفيه. اسيبك انا بقى. لا استني، ده انا عاوزاكي. خير يا حبيبتي؟ ابويا يا انهار، ابويا نفسي اطمن عليه يا اختي، مش عاوزاه يحس انه لوحده ولا ناقصه حاجه. طب ما انت بتروحي وبتطلي عليه وبتشوفي طلباته. عاوزين اروح له اروح له، اكنس له اطبخ له اعمل له اللي هو عاوزه. لا يا حبيبتي، ما اللي هو عاوزه ولا انا ولا انت نقدر عليه. ابويا عاوز يتجوز يا انهار. يتجوز؟ طب وفواز هيوافق؟ يا اختي تويكسي، ده هو اللي قايل لي اشوف له عروسه. طبعا هو مين هيشجعه على حاجه زي دي غيره؟ طب قولي لي، هو حاطط عينه على واحده احنا نعرفها؟ يا حق. لا يا اختي يعني مش عارفه. بنتي يا حياه مش عليا، ده احنا دفنينه سوا. ايه يا اختي ايه؟ في ايه يعني وانا هخبي عليكي حاجه؟ مخبيه يا بنت قولي في ايه. بصي بقى يا انهار، انا يا اختي هجيبها لك كده على بلاط. ايوه هاتيها على بلاط، انا احب البلاط قوي. تعالي. معقوله عمك وافق بالسرعه دي انه يقف جنبك ويساعدك؟ ايوه، واول ما قلت له على المشروع وافق على طول، وقال لي انه يقف في ظهري كمان. سبحان مغير الاحوال، معلش ربنا يهدي النفوس يا ابني. والله انتوا ما عارفين عمي، الراجل ياما مد ايده عشان يخدمنا وفضل واقف جنبنا لغايه ما بقينا رجاله، واهو واقف جنبي عشان اخلص مشروعي. اعملوا يا ابني اللي تعملوه، انا ماليش دعوه. ماشي ياما، سلام. بالسلامه يا اخويا. ياما والله الدنيا ما مستاهله، وبعدين يا ريت انت كمان تصلحي علاقتك بعمي هو وابنه عشان خاطر انهار. حرام كده قاعده بتتشحطط بينا وبينهم، مش كفايه اللي شعبان وتسوق بيعملوه فيها؟ بيعملوا ايه يعني؟ راحوا اشتغلوا معاه. والله بقى ربنا هو اللي عالم بالنفوس. الله سلام. بالسلامة.
لا إله إلا الله. مالك يا حاج؟ مش ده اللي أنا عايزه. أنا عايز لوجو جديد. أنا مش هاممني شكل البنت خالص، هاممني اسم الصياد. اسم الصياد لازم يبقى كبير ومنور. احنا ما بنعرضش لوحدنا يا اخوانا، احنا بنعرض وسط اسامي كتير. ايه يا زكي؟ حصل يا حاج اللي انت بتقوله ده، وانا اشرفت عليه بنفسي. يعني لوجو جديد نوفي، والموديلات بتاعتنا هناك، وحنفي جاب البنات اللي هتعرضهم وعمل معاهم كذا بروفا. الله، يعني كل حاجه جاهزه؟ كله تمام يا حاج. امال ايه اللي مدرفزني؟ لا اله الا الله ولا حول ولا قوه الا بالله. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. جيت في وقتك يا حاج، اتفضل استريح. شكرا يا حبيبي. ايش حياتك كل ده؟ على ما جهزت الطلبات ووصلتها. والله يا حاج جهزت الطلبات، نقيت نقاوه بالواحده يا حاج. اطمن يا فواز، انا شفت الحاجه بنفسي، ما شاء الله حاجه تشرف. البنات اللي هناك بقى كمان غير البنت اللي انت. لا بقول لك يا حاج سعيد، احنا اسكت اسكت اسكت، ده احنا هنغير شكل اللوجو. مش احنا هنغير شكل اللوجو، هنشيل البنت اصلا، حط اسم الصياد. ما انا بقول لك اهو، حط اسم الصياد كبير بقى. ايوه مفيش بقى. تمام تمام ما شاء الله. قول لي، هو البتاع العرض بتاعكم الساعه كام؟ على 8 كده. كويس كويس قوي. هتيجي معايا ولا من بره بره؟ طبعا هجيلك ونروح سوا. طب تمام، يلا انتوا بقى توكلوا على الله، وصلوا هناك وجهزوا كل حاجه، مش عايز غلطه. حاضر يا حاج. يلا خدوا شحاته معاكم. يلا شحاته. حاضر. ايه بقى شفت ايه؟ لا ده موضوع عاوز قعده طويله. ايه ده اللي بقى؟ ايه ده؟ بعدين احكي لك حاجات من البلد. طبعا ما شاء الله ما شاء الله. يلا سلام عليكم. سلام يا حبيبي. اجهزوا بسرعة، الحفلة الليلة. أسرع واحد بيلبس، أنا خفت أنت اللي تتأخر. أتأخر ده إيه؟ ده أنا منتظرك بقالي ربع ساعة. إيه رأيك كده؟ بسم الله ما شاء الله، عريس في الليل دخلته. وطي صوتك، وطي صوتك. أنا مش عارف هما فين أصلا، بس مش مهم. يلا. يلا فين؟ يلا نمشي عشان نلحق، أنت مش جاي معايا ولا إيه؟ طبعًا، طبعًا جاي معاك، بس في تعديل صغير كده. تعديل ايه؟ بص، بسم الله الرحمن الرحيم. احنا خلاص جاهزين يا حاج، مش كده يا هدى؟ كده يا اختي. فين البنت سميحه؟ نازله نازله ورايا. انتوا ايه اللي عاملينه في نفسكوا ده؟ ايه؟ عشان القيافه تكمل، تدخل ومرطاتك في ايدك. انت بتردها لي؟ كله بما يرضي الله. احنا جاهزين يا حاج، يلا بينا. اظبطك اظبطك قبل المصيبه اللي انت ناوي عليها. خطوه في ايدك وليهم. الله، مش انت علمتنا كده قبل كل جوازه؟ كله بما يرضي الله. وليه اعتقيني ابوس ايدك؟ هتاخر. خدني معاك يا شحاته، انت مش رايح الحفله هتخش كده بايدك فاضيه؟ ما بيسمحوش بالاوزان دي هناك. تعالى بقى. اوعي بقى خنقتيني. هلبس في ثانيه واحده وهشرفك قصاد كل الناس، هلبس لك فستانيه كل الجو. اوعي بقى فرهدت في ايدي. نهارك اسود عندك كده؟ عقبال ما تغيره هكون انا لبست والله. طب والله يا روح بيك كده، وادي الشيك كده اهو. يا راجل يا شحاته تعالى. والنبي لا انت واخدني معاك. عليا شحاته؟ وانا بدأت بقي. ما انت رفعت عينك لفوق، تقصد ايه؟ بشوف اللندا، بشوف النجفه، يا ولاد سيبيني هترفلي. ما انتش شايفني هكتب كده؟ اروح ازاي كده؟ عقبال ما تغير البنطلون اكون انا جهزت. والله ما مغيره، وهلبس اللي في العربيه. استهوي كده يا شحاته. سيبيني بقى. يا راجل استنى بقى، ما تخلينيش امد ايدي عليك. انت ايه؟ جدتك نحست من كتر الضهر. ارحميني بقى. يا خرب يا خرب يا عليا. يا شحاته يا شحاته. الهم اوعي، بس الهم هيجيلك منين وانت مالكيش منفذ؟ اوعي تكتشف البلد بعيده. برضه مش هسيبك. I can't afford this. No one said winning was cheap. Do you know those photos where the new player holds a team jersey and poses with the owner? That's me on the left. Inside that building, that's where I was. تفضل يا شيخ. تحب اعمل لك حاجه يا قبل حياه؟ لا يا سماح، روحي انت يا حبيبتي، انت جايه من السفر تعبانه، ولا تحبي تتفرجي على الفيلم؟
يعني لو حضرتك مش عايزه مني حاجه انا ممكن ادخل انام. لا خلاص خشي، انتي عارفه فين نومتك مش كده؟ اه عارفه. تصبحي على خير. انتي من اهله يا حبيبتي. بقول لك ايه يا حياه؟ انا مش شايف داعي لوجود البت دي في البيت واحنا هنا كده. ليه يا علي؟ ليه؟ البت غلبانه ونفعاني قوي كمان. ما اذا كانت نفعك يا رات هتيجي على حريتي انا 24. خلاص يا علي، هبقى اخليها قاعده في الاوضه مع العيال طول ما انت قاعد هنا. وانت شايف ان ده حل؟ الله، طب اعمل ايه يا علي؟ ما انت اللي مش عاوز تريحني. وبعدين والله والله هنكسب فيها ثواب. وده مين اللي يطلبنا بقى دلوقتي؟ اه ده اخوكي فواز. فواز؟ طب رد ليكون ابويا جرى له حاجه. صلى على النبي، مالي حياه. الو. ايوه يا حاج. لا لا نمنا ايه؟ لا ده احنا سهرانين اهوت وبنقزقز لب وبنتفرج على التلفزيون وكله تمام. ايه؟ دلوقتي يا حاج؟ انت عارف الساعة كام دلوقتي؟ طيب يا حاج ماشي، بس لازم طبعا ما انت عارف لازم اخد اذنها يعني. اه طيب، مع السلامة يا حاج. مع السلامة. في ايه يا علي؟ اخوكي فواز عاوزنا ننزل له دلوقتي. دلوقتي فين يا ابني؟ ربك رب قلوب وعالم بالنوايا، والجزاء من جنس العمل. وانا اول ما شفت الراجل ده قلت لا، ما ارتحتلوش، قلت الجدع ده وراه مصيبه. انما ربك بقى، ربك اما يبقى راضي على عبد من عباده الحمد لله يسهل له الصعب ويرزقه من حيث لا يحتسب. بس بيني وبينك يا فواز، الجدع اللي اسمه حرفي ده طلع عقل. حكايه شفتي له صاير ده بنضاره حمرا؟ حكايه شفت. في ثانيه كان مجهز بنات تانيين بدل الاولانيين. فكرتني يا حاج والنبي الشريف، الراجل ده اللي اسمه سليمه والعقربه دي يخرب عقله، كان واقف مطلع نار من نفوسه زي توم اند جيري كده. هيموت هيموت عشان ما عرفش يبوظ العقل والنبي الشريف. أنا بقى مش فرحان قوي إلا في اللي اسمه سليم ده. اسكت يا بالحاج، أخيرا خلصت منه. إياك شيء ولا هو ولا بنته يا رب في يوم واحد. اللهم لا شماتة، بس برضه يستاهل يا حاج. استغفر الله العظيم، ما تشيلوناش ذنوب بقى يا إخوانا. الله. إنما هو كان شكله يفطس بالضحك بصراحة. بس بسم الله ما شاء الله يا حاج، العرض كسر الدنيا. ما حاجة ما قلتليش، الراجل ده كان عاوز منك ايه؟ اهي ناس غاوية عزية والسلامة يا أستاذ علي. أعوذ بالله، ربنا يكفيك شرهم يا رب. بس تعرف يا فواز يا ابني، حلوة قوي اللمة اللي أنت لاممها دي. أنا كنت حالف إن احنا نتلمع على عشوة حلوة كده كلنا احتفالا بالنجاح وعلى وش أهل بيتي. أنا في عيني كده؟ إيه أنت؟ إيه؟ I love you. لا تقول كلام غير ده يا ولا. انا مش عارفه اشكرك ازاي يا بالحاج، لولا يمكن كان الحاج فواز ما يرضاش ان احنا نبقى معاه في مناسبه حلوه زي دي. واخيرا الواحد خرج من البيت وشاف الدنيا. في حاجه يا نهار؟ لا يا اخويا، هي الواحده ليها غير بيتها. والنعمه الشريفه يا بابي الحاج، ما عارفين نشكرك ازاي على العزومه والواجب اللي عملته معانا ده. تعيش يا بالحاج، ربنا يخليك لينا. ربنا يخليكم انتوا لبعض. الصراحة يا فواز العزومة دي جت في وقتها، إلا قعدة البيت بقت مملة قوي يا أخويا. يا سلام، بقى مرة ما قلت لك إن فواز عزمنا قلت لي لا نقعد في البيت ننام. إيه يا علي إيه؟ أنا قلت كده بذمتك؟ أستاذ علي جاي النهاردة مهدد. يا شحاتة. نعم يا حاج. أنت مش هتوكل مراتك؟ يا حاج هي محتاجة عزومة، ده أنا خدت سهيلي وتاكل دراعي. طب ليه حاجة ما تكسفنيش؟ ده أنا حتى نفسي مسدودة للأكل والله. آه والله. ده أنا والنبي يا أخي. ربنا يسعدكم كمان وكمان يا أولاد. بسم الله الرحمن الرحيم. مالك يا دلال؟ الله، عروستنا الحلوه ونورت حتتنا، صحي لغايه دلوقتي وحط ايدها على خدها ومسايمه خير؟ محتاره يا خالي،
طرف ايه يا حمد خالك؟ يا حي يا راجل، اللي انا هتجوزه ده متجوز ثلاثه غيري، يعني انا هبقى الرابعه. انت عارف ده معنى ايه؟ الرابعه؟ طب ما حلو، يعني خلاص تبقى انت كده مسك الختام، يعني انت اللي هتبيع الحكر. انت جديده والجديد له زهوته. بص يا حبيبه خالك، البني ادم مننا بتجيله الفرصه مره واحده في العمر، لو معرفش يشقط الفرصه ويستفيد منها يبقى هو الجاني على روحه بقى. بصي، عاوزك تشغلي دماغك، فكري فيها، اسرحي، هتلاقي دنيا خيالك نفسه مهما سرح مش ممكن يوصل لها. يلا حبيبة خالك قومي نامي وارمي عمولك على الله، الله الذي لا ينام. صباح الخير يا عسل. صباح النور على عيونك، هحضر لك الفطار حالا. انما ما قلتليش ايه انت، ايه اللي صحاك بدري كده؟ رايح الكليه بعمل ايه؟ بفرح بفرح قوي ومنبسط لما بعرف انك انت بتروح الكليه وتشوف دروسك. دروس ايه يا ماما؟ انا رايح الكليه عشان المشروع. انا مش فاهمه، هو انت بتدرس ولا بتعمل مشاريع؟ يا ابني انت كده تشتت نفسك، قال على رأي المثل صاحب بالين كداب. طب وحياتك انت يا ام نهار، لو بحر سنة ولا سنتين ده تلاقي ابنك ده حاجة تانية خالص. صحيح انا هبتدي مشروع ايجار كده في كافيتيريا صغيرة في الجامعة، بس ان شاء الله الخطة هيبقى تمليك في احلى حتة في مصر. يا رب يا رب يا ابني ناولك اللي في بالك، بس عشان خاطر امك لازم تخلص دراستك للاخر. بقول لك ايه بقى، ايه الاحباط اللي على الصبح ده؟ انا بقالي سنتين بفكر في المشروع ده، انا لما صدقت عمي ساعدني. طيب يا ابني اللي تشوفه ربنا معاك. وايه تسوق شعبان فطروا؟ فطروا نزلوا من بدري. ليه هما مش قالوا ان النهارده اجازتهم؟ والنبي يا ابني ما انا فاهمه لهم، النهارده لقيتهم نازلين كده متصربعين ومتلهوجين زي ما يكون عليهم بيضه. كنا راحوا فين بدري كده؟ هتسوق ايه؟ هتسوق ايه؟ يا عم انا خدفتك ونسيتك. لا لا لا، انا عايز افهم في ايه؟ يعني انت جاي على اخر خطوتين، جاي تعند معايا وتعند؟ ما عشان انا مش بقيمه عشان تسوقني وراك على العمياني كده. انا جوه شعبان هفهمك انا بفكر في ايه. انا مش هخطي خطوه قبل ما اعرف ايه الحكايه. شعبان انت مش مطلع عيني طول الطريق وعايز تعرف انا بفكر في ايه وبخطط لايه؟ شفت؟ اديك طلعت بتفكر من ورايا اهو. يا بطل الغباء ده، مركز معايا. انا مش مركز؟ حطمك يعني انت سبت غباء ومسكت في مركز؟ انت الغباء يا اخي استعر منك. يعني ايه دي؟ يعني الراجل بص علينا ولازم ننزل له، بقى شكلنا وحش. يلا بقى يا شعبان. هو احنا فين اساسا؟ وراجل مين؟ احنا في مديريه امن الجيزه يا شعبان، ومستنينا سياده اللواء هيحبسنا. ليك شوف حاجه؟ يلا بقى. ما تستغرب اي شيء يا اخ شعبان. انا مش مستغرب، انا مش فاهم حاجه بس. بطل بقى غباء يا شعبان. لعبه اساسا من الاول للاخر على فواز. وانت ما قلتليش ليه؟ لانك انت انسان طيب وجميل وادمي، وخفنا انك ما تنكشف، وحبينا انك ما تروح للقلق. اه طب وانا ايه المطلوب مني بقى دلوقتي؟ نرجع نحط ايدينا بايدين بعض. لا طالما لعبتوا من ورايا يبقى انا ماليش مكان بينكم. استنى ما تبقاش تروح وافهم. افهم ايه؟ افهم انكم تحطوا عليا. وطي صوتك، انت هنا قاعد في قهوه محترمه والناس بتيجي هون عشان تستجم تعمل ريلاكس. انا ماشي. اقعد بقى اديك وشك، اقعد واستجم. ريلاكس بالهداوي، انا راح فاهمك كل شيء. شو بتحب تشرب؟ زبادي خلاط. امسك يا عمرو، امسك يا واد، انت محتاج مصاريف كتير. معلش يا عم، انا عارف والله اني تعبتك معايا، بس انا كان يهمني قوي انك تيجي بنفسك وتسمع منهم عشان تقولي الصح فين. وبصراحة ربنا الكلام اللي انا سمعته زي الفل، والمشروع ده كمان مكسبه اكيد، بس زي ما تقول بقى محتاج شوية تركيز واهتمام. يعني المشكلة ان الكافيتيريا دي اتأجرت لناس كتير قوي قبل كده، فهم يعني ما عرفوش يديروها وخسروا كتير، فهم عشان كده بقى فكروا انهم يدوها للطلبة هم اللي يشغلوها. طبعا
لانهم عارفين ان الطلبه هيجروا بعض، ده عين العقل طبعا. معلش يا عمي والله انا عارف يعني ان مبلغ التامين كان كبير والمقدم يعني. اوعى تكمل، هزعل منك يا عمرو، والله هزعل منك. انت عارف انا بحبك قد ده، انت ابني حبيبي يا ولد، انا ما صدقت اني قدرت اعمل لك اي حاجه. مش كفايه المرمطه اللي انا مرمطه لك دي، انت جيت معايا الجامعه. ولا اتمرمطت ولا حاجه. طب ايه رايك بقى، انا اللي كان نفسي طول عمري اشوف الشباب وابقى قريب منهم كده واعرف بيفكروا في ايه، لان انتوا بكره يا عمرو، انتوا بكره اللي كلنا بنحلم بيه يا حبيبي. بص بقى يا عمي، انت هتيجي تفطر معانا النهارده في البيت. ايوه يا عيني على الطمع بقى، اطمع يا واد اطمع. والشغل يا عم عمرو اسيبه لمين؟ معلش يا عمي، عطله بعطله بس عشان خاطري. حاضر يا عمرو، ده معشان خاطرك، ما انت عارفني ما اقدرش ارفض لك اي طلب. يلا بينا يا سيدي. والله عظيم. اه والله الحمد لله، الف حمد والف شكر ليك يا رب. يا ده خبر حلو حلاوه يا زكي، وساكت من الصبح. ما انت لما كنتش فاضي يا حاج واول ما فضيت انا قلت لك اهو. يا ما انت كريم يا رب. هو فين دلوقتي؟ روحوه على البيت. الولا؟ اه الحمد لله الحمد لله. هو زكي يكون عنده مشكله وناوي يعمل عمليه ومحروق ليون عشان المصاريف؟ لا يا حاج انا اتاكدت بنفسي، وبعدين ما تنساش ان احنا دخلناه اكبر مستشفى في البلد وعملوا له الفحوصات اللازمه. الحمد لله الحمد لله. امال هو عنده ايه دلوقتي؟ والله بيقولوا عنده شويه تعب في القلب كده وهيروح بالعلاج ان شاء الله. ان شاء الله، ربنا عالم بحال ابوه. اه والله ربنا عالم بحال ابوه. اه الحمد لله الحمد لله. اطلبوا لي على التليفون. السلام عليكم يا حاج. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تعالى ورق مشروع المدرسة يا حاج، كله جاهز، مش ناقص بس غير ان حضرتك تراجعه وتمضي عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا صفوت الحاج معاك اهو. صفوت يا حاج على التليفون. يا حبيبي الف حمد لله على سلامة القمر العسل الصغير، عشان تعرف بس ان ربنا مفيش احن منه. اه ونعم بالله ونعم بالله. لعلمك ده اختبار من عند ربنا سبحانه وتعالى، اختبار، بس انت الحمد لله قدها وقدها 10 مرات كمان، ربنا يبارك لك. انت فين بقى دلوقتي؟ حلو، اثبت عندك، هجي لك انا وزكي. اه هنعدي عليك شويه. ماشي، اوعى نكون هنعمل ازعاج ولا حاجه. ربنا يخليك يا راجل، ما تقولش كده، ده عامر بيك وبحسك. ماشي يا حبيبي، خلاص احنا ساعه كده ونكون عندك، سافت الطريق. سلام عليكم، مع السلامه. بعد اذنك التليفون يا حاج. اه ده بخطين ده. اه هو حلو. الورقه ده هتمضيه امتى يا حاج؟ واحنا المفروض ان شاء الله هنشغلها امتى؟ يعني ان شاء الله كده لو كل حاجه جهزت على الترم الجاي. الترم الجاي حلو. اه حلو. ما تنساش بس بقى حكايه ايه لجنه اختيار المدرسين دي. لا مش ناسي يا حاج، بس بعد اذن اقطع كلامك يعني يا حاج، هو انت بتفكر يكون مين مديرها؟ اما ارجع اقول لك. ابو سميحه موجود؟ سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا اهلا اهلا، والله ما نلزوم التعب ده. اهلا وسهلا. اخيرا افتكرت ان ليكي اب وجاي تسالي عليه. معلش يابا، وحياتك انت كنت مشغوله قوي الكام يوم اللي فاتوا. مشغوله بايه؟ وانت بتعملي ايه اصلا في الحياه؟ ده انا قعدت اتحايل عليك لمده اسبوع عشان تيجي وتسالي عليا، ولا انت هنا؟ خلاص بقى يا خاله عديها. امال فين عمتي؟ نايمه جوه. انت عايز الحق يا خاله ولا ابن عمه؟ عايز الحق، بس انا عارف ان لسانك طويل ومتبر منك. بصراحه من يوم ما قلت لي على الخبر ايه ده وانا متعكنينه ومش طايقه نفسي. هو مش عايز اجي مخصوص عشان ما ضايقكش بكلمه كده ولا كده؟ يابا الجوازه دي كانت غلط من اولها، تقوم انت كمان رايح تجيب لي منها عيل؟ هي ناقصه. خلاص بقى، اللي حصل حصل. اللي حصل حصل وممنوش فايده الكلام. هو انت جايه تسالي عليا ولا جايه تقطميني؟ لا يا حبيبي، جايه اسال عليك. يا عسل انت. خلاص خش اسالي عليها جوه وطمني. ماشي يا خال، عشان خاطرك بس. يا رب استرها مع الغلابة. سميحة، الأمالك يا سميحة. خليكي خليكي زي ما انتي، ما تتحركيش، استريحي. شفتي يا سميحة، شفتي أبوكي وعمايله فيا؟ أبويا؟ مال أبويا؟
ما الراجل قاعد بره هو لا بيه ولا عليه، عمل لك ايه؟ هتقولي لي ضربك تاني؟ دور ايه يا سميح؟ هو انت كمان هتيجي عليا؟ بقول لك ايه؟ لا اجي عليكي ولا تيجي عليا، يا حبيبتي انا داخله اطمن عليكي زي ما ابويا طلب مني. في ايه يا جماعه؟ انتوا كلكم كده محسسين ان انا غلطت وان الحمل ده كارثه ولازم تتدايره. انا ما اذنبتش يا سميح، ولكن في حاجه بايديا، دي اراده ربنا واسمته، اعمل انا ايه؟ انا ما بحبش سهوات النسوان دي. يا سميح حرام عليكي، انت واحده ست وعارفه يعني ايه حمل طفل جواكي. بصراحه كده انا اتحرمت من الفرحه دي، ابوكي كل يوم بيكتم الفرحه دي جوايا لدرجه ان الشيطان صور لي حاجات في دماغي. بقول لك ايه؟ قولي يا بنت بتفكري في ايه؟ استغفر الله العظيم يا رب، حاجات ما ينفعش اقولها ولا حتى افكر فيها. مش عارفه يا بنت، انت كل مره بتاكلي بعقلي حلاوه كده وببقى حاسه اني هحن لك واقف في صفك. اكيد انت حاسه بيا. معلش استحملي يا ابويا اليومين دول، هو مخضوض شويه ودي حاجه طبيعيه للي في سنه. بعد شويه لما يلاقي العيل بيكبر جواكي ويحس بيه هيفرح بيه قوي وينسى خوفه من بكره وعمره اللي بقى وراه مش قدام. سميحه ما تسيبنيش، انا بجد محتاجه لك معايا، انا ماليش في الدنيا غيري. ماشي خدي بالك من اخويا، ها ما تزعليهوش. سبحان الله، الحظ قافش بديله كانه ضله، وبدل ما يكون له فضيحه صار دعايه وصيت. اه هو من ناحيه الحظ قافش في دايله وقافش في دايله، بس ما تاخذنيش يعني يا سليم باشا، انت عطلت بقيه المودلز ازاي؟ فلوس ماني توكس، دفعت لهم ثلاث اضعاف اللي كانوا هياخدوه، يعني انا خسرت مصاري وهو كسب شغل. بس دلوقتي يا باشا احنا عايزين نعرف ايه الحل، انا والراجل ده شغالين معاه ومش عارفين نوصل لحاجه. اقول لك الحل، في معلومه بتقول ان هو هيصدر بضاعه وشغل للبنان، هاي المعلومه بدي اعرفها. لبنان؟ انا اول مره اسمع الكلام ده. هيدي المعلومه كتير مهمه، عشان هيك بدي اياكم تركزوا مع شحادي ومرسي، والاثنين اهبل من بعض، وانتوا ولاد عمه اللي مستأمنهم على مخازنه، يعني هيدي فرصة ما رح تتكرر. أنا قلبت الموضوع في دماغي ولو إني ما كنتش بلعاه، لكن شايفة إنه حل. وأنا بقى قلت زيتنا في دقيقنا ونخلص من الهم ده ونتلم بقى كلنا، خصوصا يعني إن إخواتك ربنا هداهم وراح اشتغلوا مع فواز. ما هو أنا عشان كده قلت حل، بس المشكلة إن أمي ما بتفكرش في الجواز، ده أنا خايفة وأنا بفاتحها تخنقني. ده غير يعني ان هي وعمي ما بيلدش عليها. يا اختي توكسي، يعني هو اللي كان بيطيقها؟ ده حتى ما بيقولش عليها غير سيئات مش حسنات. بلا خيبه اسكتي بقى، ده ايه حياه مش كده يا اختي، دي امي. استغفر الله العظيم يا رب. معلش يا نهوره والله ما اقصد، بس بصراحه بقى هما الاثنين يا اختي ما بيطيقوش بعض. طب وبعدين هنجوزهم ازاي؟ ده غير اخواتي اللي هيعملوا لي السبع رجاله في بعض وهيقولوا لي ازاي نجوز امنا بعد السنين دي كلها. يا بنتي سيبك من الكلام ده، لعلمك بقى لو امك وافقت ولا حد هيقدر عليها، وبكره تشوف. مفيش غير عمرو هو اللي هيوافق على الجوازه دي، انا عارفه. لا يا اختي، ما هو دسوقي وشعبان كمان لازم يفهموا ان الجوازه دي فيها مصلحتهم عشان يتنيلوا بقى ويسكتوا. مصلحه ايه يا اختي دي؟ مش عارفه يا انهار، هو مصلحتهم وخلاص عشان يوافقوا. الجوازه دي عشان تتم عايزه تخطيط وتكتيك على تقيل على راي فواز. صح يا انهار، الجوازة دي عاوزة مني ومنك شغل كبير قوي عشان تكمل. دي لا عايزاني ولا عايزاكي، دماغ واحد بس هي اللي هتخلص الجوازة دي.